انت يا صاحب القرار اذا انت بتخلي معي هالشخص الجماهيري وبيخرب علي هذه كارثه. حق من حقي. طيب تعال تعال اني اتدخل معك. تعال تعال خليجي خليجي تفضل فادي حياك الله. باللي سمح لك اول شيء تدخل الاستوديو. انا ما انتظرك من الصبح ابي ادخل وشفتهم قالوا لا سمعت صوتك تقول لا قلت مالي لا تدخل على الهواء. هذا حق من حقي يا ابو سلطان والله اني اني تشوف لكن لكن للاسف انك ما استخدمت الحق هذا بالشكل المطلوب. طيب انا مهو انا ما تراني ما غبت غبت يوم واحد ترى في غيري يغيب 6 ايام في الاسبوع. يوم واحد والله ما غبت الا يوم واحد. يوم واحد يا فادي والله الايام الاخير الايام اللي انت البداية. انت لا عندك لا احساس ولا ضمير ولا عندك اي شيء حتى على المسرح وقدام الناس تبتسم وانت في في برايم. هذه ما هذه مشاعري تخصني انا ابو سلطان ايه؟ يعني ما حد يدخل فيها احساس ضمير. هذه مشاعري انا اضحك ابكي صح ولا لا مع احترامي الشديد لك ورايك وقرارك على راسي من فوق ايه؟ لكن مساله اني اجي بتداخل حق من حقوقي تمنعوني ايه؟ انا مرضى ايه نمنعك نمنعك لأنك أنت كل مداخلاتك غير موفقة. طيب أنا الحين جيتكم بالشيء اللي إن شاء الله اللي يرضي الله سبحانه ثم يرضيكم. إيه. وش الحل في التصويت؟ إن شاء الله بعد الحلقة أنا أعلمك. أصدر فيها قرار. في الحلقة ما راح أصدر شيء. يعني بعد الحلقة تصدر قرار؟ إن شاء الله. طيب بيض الله وجهك. أكثر واحد تداخل في 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 هالبرنامج؟ إيه. فعلا. أول شيء شوف فالح أنا يمكن تكلمت فيه من أول. عنده كاركتر كويس بس الولد هذا ما يقدر يستخدم الكاركتر بشكل صحيح. كثرة الغيابات. كثرة التأخيرات، كثرة يعني التصرفات الغير موفقة، من ضمنها دخوله في الاستديو. زين. يعني هذا دخول نظامي أبو سلطان؟ لا مو بنظامي أبداً. شوف ما دامك أنت أنا حط لك مكان تتداخل فيه. يمكن الشباب لما سمعوا كلامنا أن رفضنا دخوله أنه جاء ودخل، لكن هذا الشيء ما يسمح لك أنك تدخل علي على الهواء وتتكلم أني أنا عندي هالمشكلة إلا إذا أنا طلبتك، مثل ما طلبنا علي الكلتمي وجاب الدرع، ما يخالف. لكن تجي أنت من نفسك لا يا حبيبي مو بالك معليش على هالسؤال فالح في الحلقة الأولى دخل برضو للمسرح بدون إذن والآن تتكرر هالمسألة بالنسبة لكم القرارات بتتخذونها الآن ولا بعد لا بعد الحلقة بعد الحلقة